ازاي تخلي الكمبيوتر يطلع صوت مختلف لما تركب او تشيل اليو اس بي زي كده؟ اول حاجه اعمل فولدر عشان تحط فيها كل الساوندز، ومهم يكون الساوند بصيغه ال WAV. لو عملت سيرش على كونفرت ساوند هتلاقي مواقع كتير بتغير الصيغ. هتفتح السيتنجز وبعدين سيستم، على الشمال اختار ساوند، وبعدين على اليمين ساوند كنترول بانل. في المنيو اللي فوق اختار ساوندز، وفي البروجرام ايفنتس دور على ديفايس كونكت وديفايس ديسكونكت. دوس على اللي حابب يعمل صوت وبعدين براوز. هتفتح الفولدر اللي فيه ساوندز واختار اي حاجه تناسبك، ابلاي، وبكده هتجيب سرعه للي هيحط يو اس بي.